التحرك، الله على الاستلام، الله على روما، مستحيل مستحيل. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا وسهلا، أنا آسفة أن انقطع البث أول، كان عندي بس تجربة عشان تزبط معايا. شكرا لحضوركم، أهلا وسهلا. بس انتظر العدد المناسب عشان أبدأ موضوعي. أهلا وسهلا، يلا بسرعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اوكي، طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم، ورجعت لكم تاني أختكم بندري شاهين. طيب، أول حاجة الناس اللي بتسأل عني أمس علشان ما طلعت البث اللي أنا وعدتهم أتكلم في الموضوع اللي هو اليوم، أول حاجة جزاكم الله خير على اللي قدموا العزاء في وفاة أخو عمو جمال عارف، الله يرحمه ويغفر له. أمس كان آخر يوم في العزاء،
تاني شيء اللي بيدخل نكسب الصلاة. على النبي صلى الله عليه وسلم وندعي لأهلنا في المغرب على الزلزال اللي حصل لهم أو جراء الزلزال اللي حصل، إن الله يلطف بيهم ويجبر خاطرهم يا رب. هذا أولا. ثانيا أوكي طيب، موضوع اليوم عن طبعا احنا عارفين انه خلاص اتقفل ميركاتو وعندنا لاعبين محليين واجانب، ولحد الان ننتظر من اللي هيخرج علشان يسجل اسم لويس فيليبي لب لب لا، كل هذا الشيء احنا عارفينه. هذا اولا. ثانيا موضوع اليوم له ضد الإدارة ولا ضد المدرب ولا ضد أي أحد، هذا تساؤل عندي وشي كده مضايقني من بداية الميركاتو. واجهنا الموسم اللي راح أيضا، واجهنا من 2004 وإحنا بنواجه هذا الشيء اللي هو كشف الصفقات أو تسريب تعاقدات نادي الاتحاد مع اللاعبين بالأجور بالعد، حتى المفاوضين متى خرجوا متى نزلوا، أي فندق أي ساعة أي دقيقة، كل شيء. في أحد بيسرب أو أحد قاعد للاتحاد في الصفقات الناجحة، لكن خطأ الإدارة أنا بالنسبة لي أنهم يستمروا أو يتنحوا أو يتمسكوا في لاعب، يعني ما ينطرح أكثر من اسم. يعني مثلا عندك محمد صلاح، ليه ما طرحت أكثر من اسم جنب محمد صلاح؟ ليه تجلس تحفر وتجلس تتعب وتجلس تطلع وتنزل ومفاوضات وفي الأخير ما تنجح وتجيب لي أي لاعب وخلاص قفلنا الميركاتو؟ هل هذا منطقي؟ ليش دائما صفقاتنا مسربة؟ هذا اللي أنا مجنني. يعني إحنا جلسنا فترة لقينا نيمار في الهلال، الموسم اللي راح كريستيانو انضم، لاعبين الهلال الآن اللي هم السوبر، قبلها يقالوا فجأة نقل موسى مريكا، الآن تنبكتي فجأة، فراس البريكان فجأة، بيتروس هيستغنوا عنه فريق الفتح فجأة، تسربات من عندنا غير الصفقات الثانية والأندية الثانية، بوم تلاقي اللاعب موجود في الفريق، لا تعرف كيف اتفقوا معاه، كيف جابوه، متى تعاقدوا، كم الأجور في العقد، كم الدفعة الأولى، ولا شيء إلا إحنا. هل في أحد من صندوق الاستثمار أو المفاوضين بيسرب؟ هذا مش اتهام، هذا تساؤل. مساء النور. هل في أحد قاعد لنا في صندوق الاستثمار في الصفقات اللي بتقوم فيها إدارة الاتحاد وبيسرب؟ في ناس يقولوا لك يقولوا محمد صلاح فشلت صفقته علشان هينضم لفريق ما في الشتوية. هل معقول انه انت لما صندوق الاستثمار يفتح لك انه انت تختار الصفقات اللي انت تبغاها ما عندك الا اسم واحد؟ هذا ما هو منطقي.
هل الأهلي اندعم أكثر من الاتحاد؟ مستحيل. النصر مستحيل. الهلال مستحيل. لا، صندوق الاستثمار فتح للكل حرية الصفقات، ولكن هو على الاختيار. أنا كيف أختار؟ كيف أجيب صفقة؟ كيف يكون عندي لاعب؟ زي ما احنا بنشوف الآن أكثر لاعبين الموجودين اللي جابوا لك الدوري، جابوا لك السوبر، وهيشاركوا في كأس العالم فئة A، وأنا صعب إن أنا أستغنى عنهم، وصعب إنه أنا هجيب زيهم. أيوة أنا اتحادية. جل بتكلم عن إيه؟ فريق ضمك؟ أيوة اتحادية. ولكن هذه تساؤلات في راسي من الموسم اللي راح، ولكن قلت خلاص يا بندري، خلاص يا بندري. بس أنا حسيت إنه الوضع زاد في التسريبات، يعني حتى الجماهير بتساعد على التسريبات، على التعاقدات، على الأسعار، بتلبس اللاعب التيشيرت وهو أساسا لسه ما وصل مطار جدة ولا سوى الفحوصات. ليه هذا كله؟ ليه بتساعدوهم على التسريبات؟ ليه ما يكون في إدارة الاتحاد تكتم؟ سواء من الجماهير، يعني والله العظيم لما بدخل السوشيال ميديا بلاقي أكثر جماهير النصر والهلال والشباب والاتفاق والفتح والنصر كلهم بيتكلموا عن صفقات الاتحاد، ما يتكلموا عن صفقاتهم. تيجي تفتح التي في تتفرج القنوات الرياضية تلاقيهم يتكلموا عن الاتحاد، هذا يخرج، هذا يطلع، هذا يوقع، هذا يرفع قضية، لازم دعم الاتحاد، ويوروك ان هم قلبهم على الاتحاد. كله تشويش في تشويش، كله بروباغندا، كله هري في هري، في مصلحة. انا نفسي اعرف هو بيصب في مصلحة مين. لدرجة إنه في ناس تتمنى خروج محمد خروج سوري حمد الله من الاتحاد عشان إضافة اسم لويس فيليبي تسجيله. هدول الناس من 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 حاقدين والكارهين لحمد الله، يجيك الاتحادين يقولوا خلاص حمد الله يطلع، هو بس عشان جاب لنا الدوري يجلس، ما الهلال جاب 7 دوري، جاب الفريق الثاني مدري ايه. ليه ما تخلي اللاعب يخرج من الباب الاتحادي بكل احترام وتقدير وحب الجماهير؟ هل الجهاز التدريبي والمدرب ما يعرفون المراكز اللي يحتاج ليها النادي؟ وجلسوا على وهم محمد صلاح، محمد صلاح، محمد صلاح هيجيب لك العالمية. طلع محمد صلاح زي السندريلا، الساعة 12 اختفي واحنا نستنى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني انت هتقول الكل ضد الاتحاد، النقل التلفزيوني ينقلوا لك اخطاء الاتحاد، الصفقات تتسرب، القضايا ما تخلص، لا تقولوا لي ان صندوق الاستثمار ما دعم. ولكن في يد خفية بتسرب الاخبار والتعاقدات والمبالغ، وعلى طول يطلعوا يتكلموا فيها، ما يتكلموا عن صفقات. لا، هم مقفلين الميركاتو من بدري، إلا الاتحاد هم في هم، وبعدين ما تنجح الصفقة ويجيبوا لك أي واحد خبط لزق زي أندريه فيليبي المحور. جلسنا محور محور محور، نحتاج محور، في الأخير جابونا أندريه فيليبي 6 شهور. لا انت عارف كيف جاء، ولا انت عارف السي في تبع، بس انه ما قصر، يعني وقف وقفة حلوة مع هنريك لغاية ما جاء طارق حامد.
مين المسؤول؟ أنا مالي صلاح من إدارة النصر، أنا أتكلم عن إدارتي. عشان كده أنا بسأل، هل أنتوا شايفين إنه ميركاتو الاتحاد الموسم هذا ناجح أم الإدارة مغلوبة على أمرها؟ لا حد يقول لي يد الهلال والنصر واللوب الأزرق واللوب التركستاني واللوب البرونزاج واللوب الأصفر، لا ما أبغى أسمع دي الكلمة. هل هو من الصفقات أو الأسماء اللي تطرح للفريق، ولا الاسم الواحد اللي يطرح وتجلس تهري وراه وفي الأخير ما تنجح الصفقة؟ هل هناك من يعمل ضد الاتحاد؟ الله أعلم. وإحنا عارفين أن المنافسات هذه ضد الاتحاد من 2004 للآن، ولكن ما نجحت للآن الإدارة على حاجة اسمها تكتم، سرية تامة. هل الإعلام أو المصدر في الفريق أو في النادي هو المسؤول عن هذه التسريبات؟ بيعرفوا كل شيء عن الفريق، بينشروا كل شيء قبل ما تتم الصفقة، بينتقدوا ويسخطوا ويضربوا قبل اللاعب ما يجي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الإدارة فعلا مغلوبة على أمرها؟ هل المفاوض في صندوق الاستثمار كان تفاوض غير صحيح أو غير مجدي عشان ما تنجح صفقة محمد صلاح، راموس؟ يعني أعطيكم مثال، أنت جايب لي لويس فيليبي، ليه متمسك بحجازي؟ أنت جايب لي كادش، ولكن كادش ما له، كادش جوكر، يلعب لك ظهير، يلعب لك دفاع. لكن مو لاعب صريح قلب دفاع، لا ممكن تعتمد عليه ظهير، تعتمد عليه دفاع. ليه الصفقات دي العشوائية؟ أنا نفسي أفهم. وبعدين أنت من الأساس ممشي لي لاعبين من الدكة من غير بدلة، سواء سعود، عبد الله المالكي، السميري، زياد، دحين البيشي، حمدان، إلخ إلخ إلخ، من غير بدلاء. تقول لي بندر انت صار عندك دكة. اي نعم عندي دكة، بس انا احتاج اكتر، لانه انت عندك منافسات خارجية وداخلية تحتاج نفس طويل من غير الكروت والطرد والإصابات وإلخ إلخ. أنا عارفة أنه الكادش من اللعيبة اللي احتاجهم الاتحاد، ولكن أنا أطالبك بدفاع، أبغى صريح قلب دفاع يمسك لي دفاع، ما يفكر في غير الدفاع، لا تشتته مرة ظهير يسار مرة ظهير يمين. هذا اللي أنا بقصده. وبنينا آمال وبنينا تشكيلة على وجود محمد صلاح، وفي الأخير نزعل ونيجي نطالب بخروج حمد الله عشان يتسجل لويس فيليبي. ما أنت مشي جوتا اللي جايبه بالاسم على طلبك دكة، ليه متمسك بحجازي؟ حجازي فين؟ وأنا نفسي أفهم فين حجازي.
عبد الله فلاته يقول لي حجازي متواجد، يعني اسمه في الكشوفات موجود، طب فينه؟ اكيد حجازي لو رجع ياخذ مكان شرحيلي. ممتاز محمد، من غير دكة حقيقية، دكة قوية زي أنا زي الأساسيين، أنا عندي دكة قوية زي الأساسيين وممكن أشاركهم مباراة كاملة 90 دقيقة. وممكن ما ينجح معانا في المركزين يا محمد، ممكن. ايش مشكلة العبود مع المدرب؟ انه المدرب بيكلفه باكتر من مهمة واكتر من خانة. اللاعب لما جاء تكلم مع المدرب نونو سانتو ما عجبه، وهذا كلام حامد البلوي، كلام حامد البلوي انه اللاعب بالمختصر تعب، ماخذني سبرنت رايح جاي، ما عجبه نونو سانتو. رجع كورونادو وسط فترة معينة وانتهى مستوى كورونادو، أي نعم قام ببعض المهام وكان يعتبر تحت الجيد، بس شوف لما رجعه لاعب حر صانع بدع كورونادو. فعلا ياسر، بس أنا حبيت أتناقش معاكم أفضفض. خي 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 من اللي موجود فيني من دي التساؤلات، لمتى كل ميركاتو؟ وراح تشوفوا هذا الشيء في الميركاتو الشتوي، يقولوا بندري قالت خلاص، ده ربي كتب لنا عمر بإذن الله تعالى في الميركاتو الشتوي راح نتقابل وتقولوا والله يا بندري كلامك في مكانه. احنا مو متشائمين ابو ماجد، احنا بنتناقش في تساؤلات محيرتنا. يعني العبود دحين رجع، هل هم تصالحوا ولا عشان مطالبة الجماهير ولا علشان جوتا مصاب او هين؟ مشي. ليش المدرب قال انه حمد الله خط احمر وما هيستغنى عنه؟ ليه حجازي للان متواجد؟ هل الصفقات اللي انت جايبها هاتي من فئة A غير بنزيمة؟ ما تدرب، سمعتها بس ماني حابة أتكلم في الموضوع. أنا أشوف أكتر لاعب من فئة A بالنسبة لي كريستيانو رونالدو. هل فعلا تأجل موضوع محمد صلاح عشان ينتقل في الشتوية؟ هتكون صدمة، ولأي نادي؟ الله أعلم. الدون أكيد. أنا من معجبين كريستيانو رونالدو تيري شوشو، بس الموسم اللي راح كان أضحوكة. ليه؟ لأنه المدرب أساساً غارسيا ما قدر يوظف كريستيانو صح مع غريب، وما كان في أدوات تساعده زي ماني، زي الغنام، غريب،
ما يعني وكان في تصادم بينه وبين تاليسكا وعرضيات كونان ما بتوصلوا، يعني ما فهموا لعب كريستيانو بالعربي. الآن شوفي كريستيانو مبدع وعنده أدوات بتساعده لتوصيل الكورة لي، هذا من غير المهاجم أوتافو اسمه، مهاجم سوري وسط النصر اسمه أوتافو، ممتاز لو تلاحظوا يغطي كريستيانو أول ما توصل الكورة، خطير. والله اللي مو عاجبه كلامي ولا أسئلتي ولا طرحي خد الباب ورك كده كده، أنا هخلص اللي عندي وانت نام بدري او ولع في نفسك، انت حر، بس هخلص اللي عندي. فهمت ما فهمت هذه مشكلتي مو مشكلتك، ولا هتكلفك شيء، اخرج او اسكت. سؤال، هل الاهلي اندعم من الصندوق أكثر من الاتحاد؟ مستحيل، وشوفوا الصفقات اللي عندهم كيف مرعبة. الاتفاق صار مرعب، الفتح خرج في راس، ودحين ممكن أتوقع بيتروس. يا حبيبتي يا شوشو، لا تاخذي كلمتي ضحوك انه انا بستهزئ فيه، لا، ترى مدربكم الاول غارسيا هو اللي ضحك الاندي على كريستيانو، خلاه ضحوكة الموسم، المدرب السبب، ولا الدون معروف خطورته وفي ارتقائه في الرأسية، لكن المدرب ما قدر يوظف كريستيانو صح، وكان في عدم انسجام بينه وبين تاليسكا فقط، زي ما شفنا مع حمد الله وابو بكر، زي شفنا مع تاليسكا وحمد الله، فهمتي؟ غير الانسجام اللي كنا نشوفه مع حمد الله ومرابط، فهمتي؟ انديتهم ما تبغاهم باستثناء محرز والمحور كيسيسا كيسيا. لا إله إلا الله. شوشو أنا بكلمك فنيا يا ماما، لا تجيبي لي عدد الأهداف، ترى روما مسجل أكتر منه، روما مسجل أكتر من الدون، وحمد الله مسجل أكتر من الدون. بكلمك فنيا إنه اللاعب إذا ما توظف صح أنت بتخسر 20% من خطورته، فهمتي؟ سبيكي منه شوشو حبيبي، سبيكي منه، لا تردي، خليه يهري مع نفسه، خليكي معايا، سبيكي منه. فهمتي؟ أهم شيء، لا شوشو على عيني وعلى راسي، وقاعدة تتناقش معايا باحترام، قاعدة تتناقش معايا باحترام، وأنا بوصل لها بوصل لها الفكرة، بس نقاشها جدا محترم. وصلت؟ يعني حتى لو تلاحظوا أنمار، سوري لازم أقول له الأستاذ أنمار الحائلي
ونائب الرئيس أحمد الكعك ما حد بيطلع يتكلم ولا بيصرحوا ولا بيان صحفي ولا أي حاجة، سكتم بكتم لا يتكلمون. وفي تسريبات برضو، يعني محافظين على التكتم وبرضو في تسريبات. هذا اللي أنا مجنني، سبحان الله الصفقة ما تتم. لا البث بثها المشرفة، يعني تقدر تكتم. فأهدى شوية وصلي على النبي وأذكر الله، وإذا عندك نقاش أو حوار مفيد أتكلم وخذ راحتك، ما عجبك مع السلامة. أوكي برافو عليك. في مخربين أو في يد خفية، يعني والله شيء يضحك، يدعموك ماليا ويعجزوك توصل. حلو صح؟ يدعموك ماليا ويعجزوك توصل، ليه؟ ما انت عارف. ولازم ندعم الاتحاد، والاتحاد فريق نادي الوطن، والآن عنده بطولة خارجية وما يصح الا الصحيح، وكله هري في هري وكذب، ويوروك انه قلبهم على الاتحاد. فعلا، بس يا الموسم اللي راح ابو بكر، تاليسكا، كريستيانو، غريب، جوستافو كان ممتاز، كونان، مين كمان؟ الفارو الحارس العقيدي. لا لا النصر كان الموسم اللي راح ممتاز، بس هو المشكلة من المدرب. المدرب، شوف المدرب دحين اللي جاء النصر، مبدع حريقة. أهلا وسهلا نوركم. ممكن تركي الشريف، ممكن، بس هل الصفقات اللي تمت الآن كلها فئة ايه ولا بس بنزيمة؟ فئة ايه؟ شايف الصفقات اللي عند الهلال مرعبة، شايف الدكة. أنا ما بقول كده عشان والله النصر والهلال والشباب وغيره وغيره والأهلي أفضل من الاتحاد، لا والله الاتحاد أخذ الدوري بجدارة وشارك في كأس العالم الأندية بجدارة. أنا نفسي اللي بيتطبق في هذه الأندية يتطبق في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاتحاد. بس طيب اتعاقدوا مع احتياجات الفريق، مرة برافو عليك. كيوت عليك، كلامك على راسي. لما يجيك مدرب يطلع لك جروهي عشان يسجل لويس فيليبي، هل انت هتشارك في كاس العالم والدوري اللي يبغاله نفس طويل بالمعيوف بحارس سوبر واحد؟ هل انت هتضحي بحمد الله ولا روما ولا كورونادو؟ سيبك من بنزيما، اكس سيبو، هو موجود.
موجود، والعبود الرباعي الهجوم علشان جوتا يجلس دكة، هل انت متمسك بحجازي ورايح جايب لي لويس فيليبي؟ من الاساس ما جبته مدام حجازي لحد الان موجود. هذا اللي انا بتكلم عنه، لحد الان افضل شيء عندي فابينيو وكانتي وسطنا، وعندك سلطان الفرحان والناشري رافو، بس قفل على كده. أتمنى أتمنى إنه المرة هذه مشاركتنا في كأس العالم على الأقل كون وصيف، على الأقل كون وصيف. عن جد كون وصيف. أنا لازم يكون عندي دكة جاهزة زي الأساسيين وألعب فيهم مباراة كاملة. تسمح لي اقول لك شيء؟ احبك احبك حيل صدقني، وحتى لو ما كلمك واشوفك انا جدا احبك، احب تكون انا ماني معك لكن ما اعطيك نسولف انشطه او مشتاق.